اهلا بيكم. احنا عرفنا يعني ايه بصمة القرنية وموضوع دخول التكنولوجي بتاع الويف فرونت دوت في تحليل القرنية مع الفحوصات التانية اللي بتتعمل. فبناء عليه بقى عندنا زي ما قلنا جهازين اساسيين، ودايما ده في كل الحاجات وكل البراندات القوية والحاجات التكنولوجية العالية بتلاقي فيه اتنين كبار بيتنافسوا، وده بينزل الحاجات وده بينزل حاجات، وده ما فيش حاجة 100% الناحية دي، كل حاجة ليها مميزاتها وليها عيوبها. يعني مثلا بتلاقي في العربيات المرسيدس بي ام دبليو بتلاقيهم في نوع من الايه التنافس في الجودة، وفي بيبقى المنافسة دي منافسة علمية وكويسة فعلا يعني، وبتبقى في صالح المريض في الآخر أو في صالح الإنسان اللي بيتلقى الخدمة دي. فاحنا عندنا بقى عندنا نوعين من الأجهزة، جهاز بيراعي وجود التشوهات البصرية دي وبيحاول يحسنها وما يزودهاش تمام، والنوع التاني أساسا بيعتمد على علاج هذه التشوهات البصرية باستخدام بصمة القرنية اللي عنده، وده بينفع في حاجات وده بينفع في حاجات، وده ليه مميزات وده ليه مميزات. انت لما بتروح زي ما قلت لحضرتك بتبقى المفروض ان انت بتقابل الدكتور اللي هو اللي زي ما بقول لحضرتك كان اسمه الباش حكيم زمان، والباش حكيم دوت او الحكيم دوت ان هو يعني هيحط لك الحاجة المناسبة في المكان الطبيعي بتاعها. نتيجة فحوصاتك وعلمه وتطبيق هذا العلم ان هو يقول لك لا والله دي احسن لك او ده احسن لك، مش بموضوع ان بتاع الحسابات يجي يقول لك في منتهى الفلسفة لا ليزك التفصيل، ليزك التفصيل هيزيد 500 جنيه بس هو الاحسن لك، ده مفيش احسن من ليزك، ليه اعمل الليزك التفصيل؟ وتلاقي الاعلانات كلها على السوشيال ميديا الليزك التفصيلي بكذا والليزك العادي بكذا. فانت طبعا ايه طب سلام ده هو التفصيلي كأن انت بس. هنا الفكره زي ما بقول لك مش كل حاجه، المفروض في حد عنده شويه علم بيختار لك الحاجه الانسب لك. طيب احنا دلوقتي جينا لمرحله الاختيار بين النوعين دول من الاجهزه او بين النوعين دول من العمليات، اعمل ليزك ببصمه العين التفصيلي كاملا ولا اعمل ليزك بالطريقه الاستاندرايز. هنشبهها بحد رايح يلبس بدله او الاستاذه هنيسه رايحه تشتري فستان. لو حضرتك سليم ومتناسق او حضرتك متناسقه ورايحه تقيس الفستان دوت، فبتروحي تقيس الفستان من انتاج مصنع براند قوي بتاع بيجي تمام التمام، حضرتك لبست البدلة بتلبس بدلة من انتاج براند قوي جاي عليك نت وظبط، مفيش اجمل من كده. ده الاستاندرايز ليزك اللي هو انت ما عندكش عيوب او ما عندكش كلاكيع او ما عندكش مشاكل، بتروح تجي لك الحاجة الاستاندرد اللي طالعة بالمتفصلة من المصنع بتطلع عليك 10 على 10. واحد تاني لا والله ده عنده كرش كبير، عنده بعجرة شوية، فلما يجي يقيس البدلة مش حلوة فبيقولوا له لا والله انت هتترزي بس هيظبط لك شوية حاجات كده، او ان انت لا انت تفصل من اول وجديد. هو ده من كلمة الليزك التفصيلي، ان هو حاجة متفصلة لك عشان انت عندك عيوب زايدة في دي. الراجل اللي هو المتناسق السليم دوت لما جه يلبس البدله، لو جينا نوديه للراجل الترزي يفصل له مش هتطلع بجوده الحاجه اللي طالعه ستاندرايزد من المصنع، مش هتطلع عليه زي القطعه اللي هو لبسها وقاسها وجات عليه مظبوط تمام التمام، فدوت مش احسن له الليزك التفصيلي. فلما يروح في المركز ويخش عليه بتاع الحسابات يقول له لا اعمل الليزك التفصيلي ده هو ده مش احسن له في النتائج، الموضوع الليزك التفصيلي اكثر طولا في الوقت، ممكن يعمل يطلع جودة أقل في الرؤية، بل بالعكس يمكن ليزك الاستاندرايز هيبقى أحسن. يبقى الفكرة كلها مين اللي عنده تشوهات بصرية أكتر اللي الدكتور هيختاره ويقول له لا أنت أحسن لك، القرار بتاعك إن أنت تتعمل لك من البداية موضوع الليزك التفصيلي. وهو ده باختصار موضوع الليزك التفصيلي، وأرجو إن أنا ما كنتش طولت عليكم. شكرا.